تعالوا نتفرج على محمد علي رزق لما كنا مع بعض في شبر ميه ومشهد كده جمعنا مشاهدنا ما كانتش كتير مع بعض بس مشهد جمعنا وشوفوا بقى لما كان 100 كيلو يعني هو كان اقل من كده ب 10 كيلو ووشه باين عليه لانه ما كانش بياكل انا بقول لك ما كانش بياكل تعالوا نتفرج مع بعض على المشهد ده مع بعض هي كانت متأجره مكتب او عياده دي كانت عياده اختي ياسمين الله يرحمها انا اسفه واضح ان هي ما اتنضفتش من زمان بسيط يعني ممكن تشوف حد يعمل لك كده بس في مشكله انا كنت عامله حسابي ان الشقه تبقى مفروشه وجاهزه على السكن لا لا هي مفروشه وجاهزه في اوضه نوم جوه فيها سرير ودولاب كبير قوي ياسمين الله يرحمها كانت ساعات بتريح فيها وفي مطبخ هو اي نعم مش مطبخ كبير يعني بس مطبخ ولا ياكل في بوتاجاز وتلاجه صغيره ممكن تستخدميه وما ينفعوكي فاكر المسلسل انت كنت كئيب قوي في المسلسل ده عايز اقول لك ان انا كان صاحبنا الكئيب يعني هو كنت انا وهو كان اصدقاء انا وانت وسعداني وانت كنت الكئيب اللي الكئيب اللي فيكو مش عارف ليه يعني وكان دور عكس شخصيتي تماما انت فاكر اللي حصل فيا في شبر ميه ولا لا اني موقف لا 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 لما رجلي اتكسرت يا حبيبي فاكر طبعا فاكر اللي ظبطناها في الدراما ظبطناها في الدراما ان انا اتزحلقت في الحمام ورجلي اتكسرت عشان انا في الحقيقه رجلي اتكسرت ظبطناها مع مشهد الحمام ايوه كنت بتاخد شاور عملنا لك بتاخد شاور وانت طالع من البانيو مستعجل اتزحلقت وكملنا المسلسل بالجيتس اسكت اتعذبت لا وكان في لسه مشاهد ما قبل الوقوع في البانيو ما اتصورتش كلها كنت بتسند على رجل واحده وعامل نفسي واقف ومستخد يا حبيبي كده واقف ساند لا كان مسلسل حلو لا لا بجد كان مسلسل حلو والمسلسل ده انا بعشقه لان كان اول مره اعمل حاجه بره طبيعتي اب وكئيب وكل الناس جايه قال لك محمد جاي يبوظ المسلسل لا لا الدور ده ازاي محمد هيعمل الدور ده بس الحمد لله ربنا ستر وعدت يعني لا بس احنا لو بنتكلم بقى في بره شخصيتك او بره اللي انت متعود عليه فهو الدور اللي انت بتعمله دلوقتي في صدر عائلة مصطفى ده تحدي قوي ده من الادوار اللي بتبقى اختبار حقيقي للممثل بص مصطفى يعني ربنا وحده اللي يعلم لما جالي السيناريو ووافقت كنتش بنام لان انا قررت في لحظه كده ان انا هعتبر نفسي اول مره امثل في حياتي قلت كل اللي فات ده تمام نحطه بقى صفر على الشمال كده لان النوعيه دي من الادوار يا تنتن يعني يا بتعجب الناس يا ما بتعجبش الناس وانت عارف في زمن السوشيال ميديا العظيم بتاعنا لو حاجه ما عجبتش الناس السلخ بيبقى على ودنه ده حقيقي فانا كنت قابل دور وانا مراهن على مستقبلي في الشغلانه فكان الموضوع مخيف جدا بالنسبه لي لا بس طلع حلو قوي قوي انا لسه انا اتفرجت على حاجات صغيره لسه ما تابعتش المسلسل كله بس اللي انا شفته جبار الحمد لله جبار الحمد ولقيت لله. اخويا بيقول لي نفس الكلام وناس بتقول لي نفس الكلام لما عرفوا ان انا بستضيفك النهارده فاللي هو لا واضح انك معلم مع الناس الحمد لله يعني الله يبارك فيك طيب حبيب. انت بتحب الاكل المحمر والمشمر والتقيل بعيد عن بقى الدايت والكلام ده نورين بتعرف تطبخ الحاجات دي بتجتهد عجبتني يعني بتجتهد يعني انا في ميزه عظيمه في مراتي عمرها ما قالت لي لا انا مش عارفه اقول لها نفسي اكل كذا قولي بس تمام. بتسال ولا بتجرب فيك بتسال وبتسال مامتها وبتسال مامتي وبتجيب فيديوهات من على اليوتيوب وحاجات النتيجه بتطلع حلوه يعني انا نفسي مره اقفش عليها ان انا طلبت رزق لا والله انا اقول لك حلوه رزق ولا عامل حسابك انك هتروح على كده لا والله لسه من اسبوع بقول لها انا نفسي اكل صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن احنا دايما ايه انا عشان الدايت في اكلي كله في النواشف فتمام هي ما لم يتم اختبارها معايا فجيت بقى الفتره دي انا مبوظ فطلبت صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن ده هي بتسالك انت عايز تاكل ايه يا حبيبي بكره والكلام ده عايز تاكل ايه مش مفروض مش بيتفرض عليك بكره كذا يعني لا لما بقى اجازه بكره انت برضه لا ما انا اجازه فاهم فبصعب عليها اوكي الراجل الطيب اللي قاعد معانا بكره ده ناخد رايه في حاجه يعني اوكي فلا بتقوم وتجرب وبتعمل وما شاء الله عليها ما بتفشلش لسه فاضل لها اختبارين بالنسبه لي اللي هو البط ده لسه ما جيناش جنبه البط ده صعب قوي ولا الحمام المحشي اوكي وهي عماله هي اللي بتاجلهم انا مش عايز اضغط عليها اوكي بس لا هيحصل بس خليها تعملها لك بقى محشي فريك مش محشي رز
محشي فريك مش رز. لا هنصعبها عليها، هنصعبها عليها زياده. اصل الحمام بالذات عايز فريك مش عايز رز. بص انا جاي في انا دايس في الاثنين بس الاسهل لها يعني، مش هضغط عليها. حاجه محمد انت عارف انا اي حاجه حلال انا جاي على طول داخل فيها على طول.